السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد. حبيباتي، بغيت نقسم معكم رحلة قصيرة قمت بها أنا وبناتي وعريصتي في الجبل. ما كثرتش، كنت ماشي نوري لكم واحد المناظر أعشقها وأعشقها وأعشقها، لكن للأسف الشديد كي جيت طالعة باش نوري لكم شدت واحد الراعي مع الأغنام نتاعه، حشمت باش نزيد عليه، قعدت غير لتحت وهو ما بدلش البلاصة، قعد غير فيها. لكن أعدكم في مرة أخرى إن شاء الله نطلع ونصورها لكم من فوق باش تشوفوا كل شيء اللي يعجبني. انظروا إلى هذه الشجرة، في هذه الغابة أمور كثيرة غريبة. تلك حفيداتي يلعبن في الأرجوحة، وأنا أمام هذه الشجرة كما قلت لكم غريبة الشكل. وفي هذه الغابة أشياء كثيرة غريبة، وأنا بطبيعتي أحب الغموض. حبيباتي، أثناء تجولي في هذا الجبل وجدت شيئا غريبا، نعم غريبا ورهيبا، فأدهشني وسأطلعكم عليه إن شاء الله، فتتبعوا خطواتي. والآن انظرنا أو انظروا، فماذا ترون؟ ترى، هل ترون ما أرى؟ برأيكن ما هذا؟ هل تظنون ما أظن؟ ربما هو لا يبدو لكم بالغرابة التي رأيتها أنا عليه، فلكل رأيه. هل هي صخور موجودة هكذا؟ صففت هكذا؟ صدفة يعني؟ ما هذا؟ حقيقة أدهشني. طبعا أنا لن أخبركم بما أظنه، لكني سأنتظر أجوبتكم على أحر من الجمر، فاجتهدوا إذن لتجيبوني، فقد يكون ما أعتقده حقيقة لا مفر منها، وقد يكون مجرد وهم. هذه الأشجار أسقطتها الرياح، الحمد لله لم نكن هناك وقتها، وهي موجودة بكثرة في هذا الجبل. هناك فوق المكان الذي وعدتكم بأن أصوره لاحقا،
وكان جا الغيث هاد العام بزاف وكان نوريكم العجب في هاد الغابة. تجي فيها أزهار وبيضاء وحمراء وبنفسجية وبرتقالية وأزهار أخرى مثل هذه، من يراها هنا ومن يرى هذا الحلزون غيره، غير الخالق القادر المقتدر الرحمن الرحيم، مبدع خلق كل شيء، كأنها لوحة جميلة أو إنها أجمل لوحة يصنعها الله نعياو نحاكيوها وما نجيبوهاش كيفاه سبحانه وتعالى عما يصفون. جينا هنا غير على قهوة خفيفة، جبنا معنا الرفيس والشاي، بعدها جات ريح قوية ورجعنا للبيت. هن لم يستطعن أن يتحملن، أما إذا حدثتكم عن نفسي فأفارق الجبل وكأني أفارق ابنا عزيزا أو شيئا ثمينا. انظرنا إلى هذه الزهرة منفردة جميلة، أغوتني وأغرتني، أردت أن أقتطفها، لكنها جميلة حيث هي حية وربما تذكر الله كثيرا، فتركتها في مكانها. هذه ما جاش الغيث، لو كان جا الغيث نوري لكم أجمل الأزهار على سطح هذا الجبل. انظرنا كم هي جميلة، هناك أخرى لم تتفتح بعد، ها هي دي. لم يبقى لي حبيباتي إلا أن أودعكن في رحلة جديدة إن شاء الله في أقرب أيامنا هذه قبل رمضان إن شاء الله. نتمنى نعود نزور هذا الجبل، في خاطري نقلع شوية حلفة باش ندير بها التخصيص إن شاء الله. الحلفة دير التخصيص وتنقص الوزن. ما تنسونيش من تعليقاتكم وإعجاباتكم واشتراكاتكم.